اللقاء تم في واحد الجو اللي هو ايجابي وبكل مسؤوليه لا من طرف النقابات اللي هي ممتله على صعيد الكتاب العامين ولا من طرف اللجنه الكتابيه، واللي تم فيه الحسم على بعض النقاط اللي هي اساسيه. اولا تم الحسم بان ما نبقاوش نستعملوا في النظام الاساسي المقبل اللي غادي يجي يعدل النظام الاساسي الحالي، ما نبقاوش نتكلموا على الموارد البشريه، غنبقاو نتكلموا على الموظفين ديال وزارة التربية الوطنية، وكل هاد الموظفين غادي يتم بطبيعة الحال قانون ديال الوظيفة العمومية تيتطبق عليهم، إضافة إلى ما غادي يجي في هاد النظام الأساسي وتيتطبق على كل الموظفين. النقطة الثانية هي تم الحسم ايضا بان واحد الاطار اللي هو تخلق منذ 2016 اللي هو اطار ديال الاستاذ الثانوي، غادي يتم حذف هذا الاطار في المستقبل. غادي يبقاو عندنا غير الاساتذه ديال الاعدادي والاساتذه ديال التاهيلي. باش يتم الحذف ديال هذا الاطار غادي يتم دمج هاد الناس، هاد الاساتذه يتم التوظيف ديالهم في هذا الاطار منذ 2016، غادي يتم الدمج ديالهم كاساتذه ديال التاهيلي، اخذا بعين الاعتبار بان كل واحد غادي يبقى يشتغل في السلك اللي هو تيشتغل فيه، على واخذا بعين الاعتبار بان بطبيعه الحال من حقهم في المستقبل باش يكون في الحركه الانتقاليه الى كان حسب الحاجيات ديال الوزاره يتم الانتقال من سلك الى سلك اخر. بالنسبه للاساتذه الثانوي الذين تم توظيفهم منذ 2016 الى يومنا هذا، تم الاتفاق على ان يتم اقرار اطار الثانوي التاهيلي لكل من توظف بصفه استاذ ثانوي، سواء اشتغل في الاعدادي او اشتغل في الثانوي التاهيلي. النقطه الثالثه وهو تم فتح النقاش في التعويضات ديال الاساتذه ما يسمى بزنزانه 10 والتي سيتم تعديلها لجبر ضرر مجموعه من الفئات ومن الافراد الذين تضرروا من الاتفاق ديال 10 ديسمبر. ثم كذلك تم التاكيد على مجموعه من القضايا الاخرى، مثلا ملف زنزانه 10 رغم انه جاء في اتفاق 10 دجنبير، ولكن تم اليوم اكدنا على الضروره ديال المراجعه ديال بعض المقتضيات ديال هذاك الاتفاق. ثم كذلك بعض الفئات الاخرى مثل المغرزين والثانوي، تم حسم موضوع الثانوي، هذه مساله مهمه جدا لانها كتعني 25000 استاذ ينتمون الى فئه الثانوي، ما يبقاش عندنا شهاده سميتها الثانوي، اليوم تم الحسم فيها لغاية تعطى الاختيار لهاد الاساتذه انهم يمشيو للثانوي التاهيلي، وهذا طبعا موضوع اساسي وكان مطلب مهم للفئه عريضه من النساء ورجال التعليم، وغنستمروا يوم غد على اساس انه الاجل الان تغيرت، غنشتغلوا لمده اسبوع وغنهيوا هذا العمل هذا في ظرف اسبوع واحد.